نروح نشوف الصور. وانا قلت لحضرتك بقالي حوالي 4 ايام بايرن ميونخ عنده نقطة ضعف واحدة أوكي. بس مفيش غيرها. ليه؟ الفريق بيلعب بهاي لاين ديفنس، في بعض الاحيان بيتخطى نص الملعب. الصورة اللي قدامنا من مباراة بايرن ميونخ وهولستين كييل في مباراة الكاس، ودي اللي عجباني. ليه؟ لان المدير الفني هولستين كييل كان داخل المباراة دي وهو مذاكرهم كويس جدا. بنتكلم على فريق درجة تانية، فرصة ان هو يتأهل على حساب بايرن ميونخ تقريبا صفر. صفر؟ لا، 1%. نقول 1% وحصل، او نص في المية. نص في المية بصراحة. لا، ما طبعا اكيد احنا في كل حال احنا احسن من هولستين كييل طبعا. وبالتالي شفت ان هولستين كييل قدر ان هو يدرس بايرن ميونخ بشكل جيد جدا، وكان كل الهجمات 3 لمسات ماكسيموم، 4 لمسات كابتن اسلام. النهارده الكوره جات لي، بايرن ميونخ بيضغط عليا، اخطف منه الكوره، في 3 لمسات لازم اوصل من نص ملعبي، نص ملعب بايرن ميونخ، والكوره دي اتكررت. اول صوره معانا شايفين المهاجم بيقطع على طول ما بين 2 مساكين. نشوف الصوره اللي وراها، نفس الفكره بتتعمل. دي كوره الهدف، دي كوره الهدف، اتلعبت كوره طوليه، لاعب قطع ما بين الـ2 مساكين، ودي نفس الهجمه عملوها كتير جدا، بيسحبوا بايرن ميونخ، مش محتاجين هم يسحبوهم، هو بايرن ميونخ لوحده بيضغط عليك في نص ملعبك بالظبط كده، هو مسحوب لوحده. وبالتالي اول ما كنت قطع على طول يلعب الكره الطوليه للامام. دي كانت الصور، ومعانا حاله بيرو وحيده ممكن نشوفها عشان نشرح بينها برضو نفس الفكره. الكره زي الهجمه كانت اسلام، كانت مع بايرن ميونخ، اتقطعت، ادي لمسه، وهنا في ستاره من لعيب بايرن ميونخ، لعيبه هولستين كييل هيلعبوا الكره دي، اللمسه الثانيه، الثالثه على طول بتترمي في المساحه اللي ورا دفاع بايرن ميونخ. اتلعبت كوره طوليه عاليه جدا، نطت من ورا، كان ساعتها بيلعب هرنانديز مساك، ومهاجم هولستين كييل قدر يحط الهدف. وبالتالي اشوف ان احنا محتاجين بكره نركز في التكتيك ده، لان بصراحه بكل امانه شديده مفيش غيره. احنا مش هنتنافس مع بايرن ميونخ في الاستحواذ في ارض الملعب، مش هنقدر ان احنا نوصل لغايه منطقه الجزاء عشان نعمل كرات عرضيه. سبل الهجوم عندك هتبقى قليله جدا 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 جدا. بسبب ايه؟ بسبب قوه وقدره بايرن ميونخ في الضغط بطول الملعب.